Preview. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير واموركم بخير وعلى خير ان شاء الله، وتكونوا في صحه جيده. البنات، اليوم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله قررت اني نشارك معكم واحد الكسكسو قديم بزاف ديال الاعشاب، وغنصوبوا على يدينا ان شاء الله باذن الله. غتشوفوا معايا المراحل كلها وغنصوبوا في الطبيعه ان شاء الله. هانتوما البنات فليو ومع الطحين ديال الزرع. فليو قبيله غنوريتكم فواحد فاش دقيناه ودرنا مع هذا الطحين ديال الزرع، خلطنا بحال هكا. وشنو هذا ماما؟ شنو الطحين هذا؟ شنو هذا الطحين ديال الزرع بنخالته؟ ياك دوك الحمام الرقاق شويه ياك. هذا البنات الطحين ديال القمح ياك ماما، بالحمامر ديالو. واشنو اخر؟ المهم النتيجه كتجينا بحال هكا، كيجينا البنات بحال هكا. كنا فايتين درنا واحد الفيديو ديال بركوكس تقريبا بحالو كيجي، هذا كيجي شويه رقيق ياك، كيجي شويه رقيق عليه، ولكن كيبقى هذا مغذي فيه الازير ومصوب بالدقيق الكامل. اي واحد يقدر يديرها؟ حتى انا ما كنعرفش، كان هاد المره غنجرب شي واش نعرف ولا لا. كما البنات الطريقه باش كي كتصاوب بحال هكا، فايت وريت لكم فواحد الفيديو ديال بركوكس، غنخلي لكم في صندوق الوصف اللي ما شافوش يشوفوا. المهم كتكمل بحال هكا، حتى غتكمل الكميه كامله اللي عندها هنايا. القمح مغربل مزيان، انتم كتشوفوا جاي بحال الفورس مغربل مزيان مزيان، ومعاه فليو، وهذا غير بنخالته. ممكن تخلطهم بجوج باش كيجيوا بحال هكا. نفيسه يصلح ليها حيت ساتو صحي النفيسه، ممكن سمعتو البنات. المهم النفيسه ولكن هادو بالخصوص المرة اللي باغا تولد، والنفيسه
يعني كتبقى اكله زوينه وصحيه 100%. والبنات غنصاوبوها بالدجاج البلدي. البنات انا اول مره غادي نجرب نشوف واش نعرف ولا لا. ياك ماما هكا 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 اول مره في حياتي عندي هكا. ماما غير كنجربها هاي فهمتي. المهم حنا درناه هنايا غنخليوه يتفور شي شويه من بعد غادي نفزقوه بالماء كي كنديروا الكسكسو. ماما شحال تفور؟ ثلاثه ياك؟ ثلاثه كنرشوا بالماء عاوتاني كنردو كيما كنديروا الكسكسو بالضبط ثلاثه ديال المرات. المهم البنات دابا غندوزو لهنا. البنات دجاجه بلديه ضروري خصها تكون بلديه. البنات البنات لهاد الدجاجه ان شاء الله غنحتاجو. هنا عندي مطيشه مقطعناها هكا والبصله قطعنا تيها مشلضه بحال هكا ومطيشه تيها مشلضه بحال هكا وربيطه ديال المعدنوس. وعندي هنايا سكينجبير غناخدو معلقه كبيره وعندنا الخرقوم تا هو غادي ناخدو معلقه كبيره. وعندي هنايا المساخن شنو هادي مساخن راس الحانوت البنات تا هو نحتاجوه وكذلك شويه ديال الابزار وزيت البلديه. غنبداو على بركة الله. كناخذ البنات راس الحانوت هنايا درنا في هذه الطبسيله. البنات الا بغيتو تزيدوا الكميه ديال راس الحانوت زيدوا يمكن لكم تزيدوا. هنا تقريبا درنا هنا معلقه كبيره ونص معلقه كبيره ونص والابزار حتى هي درنا نص معلقه كبيره. الحاجه البنات اللي ما درتش هنايا واللي نسيت ما جبتش معايا من الدار هو السمن الحر البلدي نسيت البنات ما جبتوش. هادشي علاش غدير عندي انا بلاصتو الزيت البلديه. وانتم ضروري الا بغيتوا الوصفه تجيكم يعني تجي سخونه 100% وكي قلت لكم كتصلح لداكشي كامل اللي قلنا قبيله ضروري خصكم ديروا السمن الحر البلدي. شحال يديروا السمن؟ معلقه معلقه كبيره ديال السمن وغتعجنوا بها هاد العطريه كامله اللي درنا هنايا راس الحانوت راس الحانوت والخرقوم وسكينجبير. هي غتزيد لهم ماما الزيت ولكن نتوما ديروا السمن. انا غير نسيتو هو ضروري في هاد الوصفه خص ضروري يكون السمن. يا لقيتو شي سمن يكون قديم وحار غيكون احسن. المهم كتخلطو بحال هكا بحال هادي الحشوه اللي باش غنعمرو داك الدجاجه ديالنا. الملحه ماما سينا نزيدو الملحه شحال نديرو تقريبا شي المهم على حسب الذوق بغيتو تكثروا اللي بغيتو. سمعيقه شوف البنات كي جاب المهم جاب بحال هكا. دانا الملحه البنات هنا كناخذو الدجاجه ديالنا وكنبقاو نديرو في هذا الخليط دجاج بداك العطريه كلها اللي درنا وبراس الحانوت وكل شيء من هذا الكسكسو غزاله ريحه فليو. البنات صراحه سمحوا لي كنت بغيت نطيب لكم في الطبيعه ولكن ما وقدنيش الوقت صراحه ما مشيناش بكري. المهم رجعت للدار. هنا بغيت غير نقول لكم بالله انا طفت انا شويه ديال زدنا شويه ديال السمن حيت فاش مشيت ما ديتش معايا السمن نسيتو. المهم البنات كتبت باش طيب في الدار وصافي غنزيد لها شويه ديال السمن ضروري. البنات كي قلت لكم قبيله ديك الطريقه اللي درنا بالزيت نتوما ديروها بالسمن. وغادي نزيد شويه ديال الازير بحال هكا عويدات بحال هكا الازير غادي نلوحهم غير هنا في الجنب بحال هكا حتى هما كيعطيو واحد المذاق زوين وفي نفس الوقت كيبقى
يعني كيمشي لنا مع هاد مع دجاجه العشب. وعندي هنايا الماء سخون بزاف البنات، ما غاديش نخليه يتقلى ما والو، يعني غندير درنا كما قلت لكم قبيله، درنا البصله، درنا مطيشه. غير حاجه واحده اخرى ما قلتها لكمش البنات، هي هاد الدجاجه ديالنا انا خليتها هكا محلوله، نتوما ضروري خصكم تخيطوها بالخيط والبرا، انا خليتها هكا محلوله يعني باش تبقى باش يبقى داك العطريه وداكشي كامل اللي درنا لداخل. الماء سخون نمرق شي شويه، ما نخليوها تتقلى ما والو، انا نديرو الماء مباشره، غنمرقوا البنات القدر اللي غطيب لينا فيها الدجاجه، ما نكثروش بزاف. نتوما تقريبا هنايا جات في النصف نتوما البنات، صافي البنات هذه اخر تفويره. شوف فاش طاب كيفاش كيجي، كنتمنى يكون باين، كيجيو الحبيب ديالو من فوق يعني كيجي باين بلا طايب. صافي غنبدا ندير هنا فهاد القصعة، البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكسكسو ديالنا. للاسف كنت كنتمنى اني هاد المراحل اللي درنا دابا المراحل الاخرى نكون درناهم في الطبيعه، ولكن ما مشيتش بكري داكشي باش ما قدنيش الوقت نصاوبو معكم ليها في الطبيعه، ولكن ان شاء الله كنوعدكم الى عجبكم هذا الفيديو، الى شفت تفاعل كبير في هذا الفيديو وكيعجبكم بحال الفيديوهات اللي غنبقاو نطيبو في الطبيعه غنبقى ندير لكم بزاف من هاد. المهم البنات الكسكسو ديالنا واجد وزوين البنات وصحي، يعني تاكلوه ما يضربكمش موراه صافي البنات، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه وتجربوها، ونتلاقاو في الفيديو القادم باذن الله. السلام عليكم.